بعد الفاصل. زمان كانوا دايما يقولوا المسنودة على بنت مسنودة بخيط، والمسنودة على ولد مسنودة على الحيط، لكن دلوقتي الست بقت مش بحيطة، بميت حيطة. ست بقت وزيرة، بقت رئيسة، بقت كل حاجة في المجتمع، ومش نص المجتمع، دي المجتمع كله، والمسؤولة عن النص التاني، هي المسؤولة عن تربيته وراحته وان هو يعيش حياة كويسة. معايا نموذج لست بميت راجل، منوراني الأستاذة زينب محمد. أهلا بك يا أستاذة زينب. أهلا بحضرتك أستاذة زينب. أنت طبعا بدأت المشروع بتاعك في الستاير والديكور، بالظبط، وبدأنا بحاجة صغيرة وكبرت وبقت من أشهر وأكبر سلسلة المحلات الموجودة في الإسماعيلية، بالظبط. طيب كلميني أنت بدأت إزاي، والموضوع والفكرة جت إزاي في دماغك يا زينب؟ هو والله جت من لا شيء، أنا أصلا بكالوريوس تجارة، ويعني كنت من القاهرة أصلا، فاتجوزت وعشت في إسماعيلية، ما كانش فيها طبعا في شغل لاني مش بلدي اصلا، ومش عارفه يعني اتعامل ازاي او اشتغل فين. فربنا اكرمني بمودي فتعب شويه، ففعلا ما كانش في دخل ان انا اعالجه او اعمل له عمليه، كان محتاج عمليه خطيره يعني. ففضلت افكر اعمل ايه، اشتغل ايه، وكان صغير في ايدي، كان 3 سنين، فقلت اشتغل حاجه في البيت بقى عشان خاطر ما اسيبوش وما اخدوش يعني، مش عارفه اروح حته بيه. فروحت جايبه مكنه كده وبدات الاول اشتغل في البيت. شوية شوية بدأت أروح مدارس أتعلم التفصيل وأتعلم الستاير وأخد كورسات إن أنا أعرف إيه الجديد وإيه الموديلات الجديدة، والحمد لله خدنا محل صغير في محل كبير في أكبر معرض في إسماعيلية الحمد لله. طيب زينب برضو كلامك بيقول لي إن الأمومة والست ست بتطلع الوحش اللي جوه أي واحدة. بالظبط بالظبط، لو مش تعب محمد يمكن ما كنتش بقيت كده يعني، لو مش هو تعب فعلا وكنت محتاجه شغل عشان ربنا يخليه لي يعني ويبارك فيه، ما كنتش فكرت، كنت فضلت زي ما انا. طيب زينب انا حابه ان احنا نتفرج على الموديلات بتاعه الستاير وتعلقي لي عليها. حاضر. ونشوف وتقولي لي الاقمشه وكل حاجه جديده. حاضر حاضر. اوكي حاضر. ها قولي لي بقى. ده نازل جديد اسمه طول مطرز ديجرادي، ده اللي شغال حلو، او شغل المودرن اللي هو المواسير. الناس بطلت بقى حته البرائع دي، بقت قليله جدا، فدلوقتي ده شغله عملي. وفي الشيل بقى وان هي تنضفه وتفكه وتركبه، مش محتاجه صنايعي يعني. الشغل ده شغال حلو قوي عندنا دلوقتي، بيطلب باستمرار بسهوله، لانه شغله كله مودرن على مواسير يعني، مش برائع، ما بتحتاجش حد صنايعي يفك لها ويركب لها وكده، لا هي بسهوله بتفكه وتركبه براحتها، وتالي ما ياخدش مساحه. وسعره على فكره حنين قوي على فكره، حتى في الاسعار احنا بنحب نعمل الحاجه تكون اقتصاديه يعني للعروسه وكده او اللي بتجدد. ده نفس الشيء. ده برضو شغلنا، نفس الشيء برضو، نفس الفكره، شغل مواسير برضو، يعني ده يتفك ويتغسل بسهوله بايديها. وانا والصنايعيه بتركب، بقول لهم فهموا العروسه ازاي تفك لنفسها بحيث ان هي ما تحتاجش صنايعي عشان ما يبقاش في تكلفه عاليه. ده الاركيد بقى، شغل المودرن او الكلاسيك مودرن اللي هو بيمزج بين الاثنين، اللي هو البرائع بتاعه زمان بس بشكل اسهل يعني. وفي تطريزه على الجناب زي ما حضرتك شايفه، ده هاند ميد، دي شغاله حلوه قوي برضو معانا في الصالونات او الانتري او الليفنج روم، نفس الفكره برضو، بس ده بقى حاجه يعني للصالونات اكتر. الاركيد بس بشكل يعني اكبر شويه. الشغل ده هامر، ده برضو شغل المودرن، ده برضو للليفنج روم او للنوم، ده برضو شغل ده. مواسير بيجيب الوان مختلفه طبعا، تقدري تقدميها، كل الالوان متوفره. ده بلاك اوت وشيفون، دي شيفونات بس بقى بتبقى الغرف النوم او الاطفال. لا اثبتي على دي بقى كده شويه، دي جميله. دي شيفون ورا وقدام شيفون على فكره. الحاجات دي اللي شغاله دلوقتي جدا يعني، الناس بتستسهلها لان تكلفتها قليله، وفي نفس الوقت بتليها على كذا غرفه يعني، بعد كام سنه اقدر اغير. بالظبط، ممكن كل سنه تجددي الحكايه. بتبقى تكلفتها بسيطه قوي. ده برضو شغل الاركت للمساحات الصغيره، دي عامله متر بس في الارج او الطرقه. مدخل يعني، دي ممكن تبقى نص طبعا، ممكن تبقى على الناحيتين براحتك. بس دي عايزه المساحات الصغيره، المساحات الكبيره زي كده مثلا. دي بتبقى جنبين بقى. الجنبين دول ايه يعني؟ ايه القماش؟ سوفت. قطيفه سوفت. تمام. تكلفته حنينه جدا على فكره، احنا عاملين عروض حلوه جدا عندنا على فكره، الاسعار مخفضه خالص الشهر ده. ميزه القطيفه السوفت ايه؟ سعره حنين. وفي الغسيل سهل جدا. وبقى مش من نوع القطيفه اللي هو بيوبر او الكلام ده يعني، هو لطيف في كل حاجه، سعره حنين وخامته ممتاز. فبيبقى الطلب عليه كبير قوي. ده حاجه اسمها جديده بقى، اللي هو الهامر المشبح. هامر نازل جديد شبه الجلد المقلوب بتاع الانتري. منزلين منه خامه بيبقى لون الانتري نفس شغل الستاره بالظبط، واللي تحت دوت اللي هو الهاند ميد التطريز التولات، ده اللي هو الديجرادي بس شيفون.
نفس فكرة الأولاني اللي كان في الصورة الأولانية، بس الخامة شيفون، ده برضو نفس شغل المودرن اللي هو على مواسير، الألوان بتاعته جميلة تحفة، بيبقى ديجرادية، بيبقى من الفاتح من الأوف وايت بيبقى نازل لحد آخر دي درجة. ألوانه إيه بقى؟ ألوانه كلها موجودة، الفوشيا، الموف، الجنزاري، كشمير، كافيه، كل الألوان موجودة. ده بقى شغل اللي هو الصالونات زي ما بقول لحضرتك، ده الشغل الاعلى بقى اللي هو الناس برضو اللي عايزه الحاجه كلاسيك، فبيبقى عندنا كل حاجه، ده كل تحت الازواج. الخشب اللي بره فيه بيبقى المواسير جوه صح ولا؟ او جرار بيبقى اسهل شويه، يعني الجرار بيبقى اسهل في الحركه من المواسير، ده اللي هو وتتفك وتتغسل وكل حاجه بسهوله، قولي لي مفيش بقى. حاجه بدباسات برضو نفس الفكره، يعني الجرار اللي جوه بيبقى نفس فكره الماسوره، مش محتاج دباسه، هو بيبقى بنحط نفس الكوبشه في نفس المكان، كاني عامله مواسير بالظبط، نفس الفكره برضو، يعني ده اركد بس نفس سهوله المواسير، جوه مش ماسوره، جوه جرار، حاجه بتبقى ارفع من الماسوره، بتبقى اسهل في الحركه، وبرضو بيتفك كله. الله حبيبتي حبيبتي لا دي جميله حبيبتي، ربنا يخليكي. ده الديزاين بتاعك انت؟ ده شغلي. لا ده انت اللي مستعمله التصميم، تصميم جديد بشكل حلو قوي. انا يعني انا اللي يعني مش ابتكار والله، هو بتبقى من عند ربنا كده. لا انا لأني شايفه انت حاطه اللونين جنب بعض، جايه في الجنب عكسه عشان يبقى ماشي مع الصالون. الالوان المزج ده يمشي مع الوان الصالون، يعني انت شفتي الصالون قلتي ده يليق معاه. بالظبط بالظبط، دي ده ترقيد، ده شغل تطريز، الشغل اللي فوق ده الاركت نفسه بيبقى متطرز بطبقه قماش، والجناب برضو على الكنارات والربطه زي ما حضرتك شايفه بيبقى بنفس التطريز، دي لايقه تقريبا كانها جايه مع الارض ومع الامطريه، انا شايفها في الجنب. بالظبط، ده رجعنا للديجرادي الاولاني تاني، شغال حلو جدا، ده لون من الوانه الفيروزي، شغال حلو جدا. لا 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 حلو قوي، حلو قوي. انت زي ما انت قلتي اللي جايبه بقى الاباجوره ولا دي؟ يا لا لا ده عندنا، لا دي شقه العروسه. لا يعني انت رحتي تتفرجي وتقولي لها كذا هيليق؟ بروح اعمل معاينه للشقه الاول وبعدين اقول لها ايه الالوان ونتناقش انا وهي ونطلع النتيجه الحلوه دي. لا جميله حبيبتي، ده برضو اركت، ده كلاسيك خالص، ده بالظبط كده للصالونات، عشان بالظبط بالظبط احنا بنحاول نعمل حاجه تتمشى مع كل الاذواق. ده برضو شغل المودرن، لو تلاحظي هتلاقيني عامله كتير قوي مواسير، هو اللي شغال دلوقتي. بيبقى تكلفته حنينه والناس بقى مش عايزه تتعب في الفك والتركيب وكذا. طيب قولي لي، لو سالتك يا زينب، ايه هي القمشه اللي بتبقى ماشيه او نقول عليها موضه او اللي بتبقى جديده؟ وحاليا الديجرادي يعني واكل كل حاجه. تاني حاجه في البلاك اوت اللي هو بقى فيه تشجير دلوقتي، الصالونات بقى والانتريه، في اللي هو الهامر اللي هو القطيفه بقى بانواعه، في السوفت زي ما قلت لحضرتك، في التليجر، الحاجات دي حلوه قوي وشغاله كويس جدا دلوقتي. انت بتروحي تعملي المعاينه وبتقولي الديزاين او ممكن ايه القماش اللي يمشي مع العروسه؟ بالظبط، العروسه بتجيلي الاول وبنتفق ان احنا على ميعاد نروح نشوف الشقه عندها، او ببعت صنايعي ليها بيصور لي المكان لو انا مش هقدر اروح، بنشوف بقى الدنيا والالوان وبتجيني تاني، بنقعد بقى نظبط مع بعض، يا لو حاجه في دماغها بقول لها ايه الاصح فيها، نعمل ده او نعمل ده، وبفرجها حاجات تانيه من عندي، بتقتنع يعني الحمد لله براينا اكتر، لان بتبقى عارفه ان احنا هنعمل لها حاجه تظهر الشقه، وفعلا النتيجه في الاخر بتبقى مبسوطه قوي بشقتها. طيب ايه العروض اللي مدام زينب محمد عاملاها للعرايس اليومين دول؟ بص احنا عاملين عروض حلوه قوي الشهر ده، او احنا بقالنا تقريبا 3 4 سنين في نفس العرض اللي هو الشقه كامله ب 3500. الشقه كامله؟ الشقه كامله ست ستاير ب 3500، ده بالظبط بكل لوازمه بالقماش بكل حاجه، بنديكي ست ستاير، بديها اتنين للصاله بيبقوا اركت لو هي حابه، والغرب بتبقى مودرن زي اللي حضرتك شفتيها على مواسير، بديها لها بكل لوازمها بقى. العرض ده بقاله 3 سنين شغال، الاسعار بتعلى واحنا زي ما احنا، يعني احنا بنتحمل احنا الزياده في الاسعار. العرض ده للاسماعيليه بس ولا خارج؟ لاي حد، لا لاي حد، لاي طيب حد. يعني انت جايه معايا النهارده بعد ما نخلص؟ ده الحاجه فعلا جميله جميله، تحفه تحفه. في عرض تاني بقى اللي مثلا عايزه مقاسات معينه او عايزه شغل معين او شقتها كبيره او صغيره، بحسب لها تكلفتها وبخصم لها 2000 جنيه، يعني لو شغلها عامل 5000 بتدفع 3 بس، لو شغلها عامل 4000 بتدفع 2 بس، والعرض ده برضو شغال معانا بقاله سنه، وكل لما اجي خلاص اغيره الناس كتير تطلبه تقول لا عايزين نكمل فيه، عشان هم انت عارفه الظروف بقى من بعد كورونا الدنيا يعني الظروف بتاعت الناس. لا يعني انا دايما عاجبني في كلامك ان انت بتجمعي ما بين الشياكه والفخامه والاقتصاديه. انت عارفه الستات بقى يعني انا حاسه بيهم، لان انا ام وعارفه الاسعار عامله ازاي، وكل ام عروسه بتبقى عايزه تجيب لها الدنيا بحالها، بس بتبقى طبعا الدنيا الحاجات غاليه كل مدى في ارتفاع، احنا بنحاول بقى نخفف عليهم حمل الستات. ايه عروض ايه حكايه الجوائز الذهب بقى كمان الحاجات اللي انا سمعتها؟ لسه امبارح مكسبين 3 عرايس، انا خدت عاده كده بقالي فتره ان انا كل شهر البنات اللي بتحجز او العرايس او حتى اللي بتجدد، يعني مش
مش عرايس بس، اللي بتعمل شقتها بجمع كل الناس اللي حجزت خلال الشهر، وبنعمل لهم زي سحب كده، وبطلع ثلاث زباين او ثلاث عملاء منهم اكسب كل واحده انسيال ذهب. وامبارح لسه مكسبين ثلاث عرايس انسيالات ذهب. بالظبط بالظبط بالظبط، لسه واخدين شغل. دول اللي حجزوا معايا في 10 هم كانوا بسم الله ما شاء الله حوالي 80 عروسه. طلعنا ثلاثه منهم وكسبناهم ثلاث انسيالات ذهب، ده استلموه مننا امبارح من المعرض. اظن مبسوطين جدا، كانوا فرحانين قوي، يعني انا مبسوطه بالفرحه اللي شفتها في عينيهم بصراحه. بصي يا مدام زينب، انا عاجبني ان انت بتبصي لهامش ربح صغير. بالظبط، يعني مش الفكر التجاري البحت خالص، اللي هو اعلى حاجه من العميل الاقتصادي. وده يمكن اللي مخلينا مميزين في اسماعيليه شويه، ان الناس بتجي لنا من محافظات مش اسماعيليه بس زي ما حضرتك قلتي لي في الاول. يعني بيجيني من دمياط بلد الستاير عشان اسعارنا وخاماتنا. احنا بيهمنا هامش ربح قليل قوي، ده اللي مخلينا الحمد لله معلمين. الذوق بصراحه بسم الله ما شاء الله، يعني بجد يعني شابوه، انا بحييكي على ذوقك. ميرسي، كلك ذوق، كتر خيرك. لا لا لا، وبعدين متهيألي السعر ما يبقى افوردبل او اقدر اعمله بسهوله، الناس اللي بتزهق زيي تقدر تغير على طول. عشان كده بقول لك التجديد، في ناس عندي بقى لها 10، انا بقى لي 10 سنين تقريبا في السوق، تقريبا كل سنه بتيجي تجدد، لان ما بتتكلفش حاجه، بتبقى الحكايه بالنسبه لها تكاليف بسيطه قوي. بتغيري شكل الشقه تمام؟ طبعا كل سنه بتعمل شقه جديد. طيب ايه اكتر حاجة شايفاها هتتغير، او الموضة اللي داخلة علينا في 2022؟ انا حاسة ان الناس بدأت تتجه لشغل زي ما قلتلك المودرن اكتر. يعني لما بيجيني حتى عروسة، خلاص بقى دماغ البنات دلوقتي مش عايزة برائع، مش عايزة خشب، مش عايزة اركت، شغل المواسير بقى بيستهويهم جدا، عايزين الحاجة تبقى سيمبلي قوي على قد ما يقدروا، مش عايزة حاجة تبقى فيها بهرجة، مش عايزة حاجة تبقى ضخمة، عايزة كل حاجة رقيقة. ده بلاقيه قوي السنة دي وشغال السنة دي. الستات بتشتغل ومحدش بقى عنده وقت يطلع يفك برائع ويستنى صنايعي يجي له ويروح له تاني. بالظبط، احنا بنسهل لها الدنيا. انا نفسي عاملة في البيت عندي شغل مواسير مريح وشكله حتى شيك، يعني بقى بالنسبة لي دلوقتي بيستهويني وبيستهوي كل العرايس. بس اللي عايزة تعمل برائع برضه متوفر، عايزة تعمل اركت يعني بمزاجها، احنا بنتناقش وبنشوف اللي هي عايزاه بنعمله. او على الاقل هتبقى ستاره في البيت واحده، ممكن تبقى في الريسبشن بس مثلا. بالظبط بالظبط. نورتيني استاذه زينب محمد جداً. شكرا بجد، انا سعيده ان انت كنت معايا. انا اللي سعيده، شكرا. نورتيني، انا اللي اتشرفت والله. الفقره بجد كانت جميله، انا بنبسط جدا بالفقرات اللي فيها نماذج مشرفه لست مكافحه شاطره، ذوقها حلو، فكرها تجاري بس مش تجاري بحت، اهم حاجه انها ترضي العميل. شقه كامله ب 3000 ونص ونص، وعرض عرض تاني خصم 2000 جنيه، والانسيال الذهب. والانسيال الذهب اكيد اكيد اكيد. نورتني استاذه زينب محمد، واكيد هاخدها واخطفها واروح بيها. فاصل صغير وارجع لكم تاني.